مساء الخير أبطال حبايبي، ومعادنا مع مستر هاني مانسي في حلقة جديدة و Past Simple، الماضي البسيط باختصار وبسرعة على طول كده. الماضي البسيط اللي هو التصريف الثاني للفعل، الشكل بتاعه أو الفورم اللي هو بيعبر عن حاجة حصلت في الماضي وانتهت. الشكل بتاعه يا إما regular منتظم، الريجولار غير منتظم، يعني في نوعين من الشكل التاني للفعل. لو فعل منتظم حبايبي بزود للفيرب ed زي play او played او clean cleaned. لو الفيرب اخره e بزود له دي بس زي live lived. لو y قبل منها consonant ساكن بتحذف الواي وحط لها ied او بحولها الى ied. cry قبليها الار ساكن تتحول لاي وبعد كده بزود اي دي cried. لو واي قبل منها vowel خليها زي ما هي الواي وبحط اي دي عاديه زي play played. لو اخر الverb consonant وبعديه vowel قبليه vowel احيانا بيضاعف واحيانا لا، يعني مثلا زي stop ال P consonant قبلها ال O vowel، هنا بنضعف ال P مرة تانية وبقول stopped stopped. لكن لما أحيانا تانية ما بضعفش ده، بخليه عادي جدا زي open opened، عادي جدا بخليها ED. الشكل التاني أو الفورم التاني في ال irregular أفعال غير منتظمة، am و is مثلا في الباست تبقى was، والنيجاتيف بتاعها مش هنا didn't لا هتبقى wasn't. or للجمع هتبقى were في الباست والنفي weren't. have الباست had، go الباست went، cut. طبعا irregular ده يحفظ كما هو، طبعا مش كل دول الافعال، في حاجات تانية كتير. كل الافعال الريجولر دول او الريجولر دول ما عدا فيرب تو بي، يعني النيجاتيف بتاعه يعني عايز انفي اقول ما حصلش الكلام ده في الماضي didn't يجي بعد منها انفينيتيف. طب لو انا عايز اسال سؤال هسال بيه did، برافو عليك، واكتبها كابيتال ليتر عشان ابدا سؤال بيها بمعنى هل، ويتجاوب عليها بيس او نو. يجي بعد منها سبجكت وبعد السبجكت يجي فيرب في الانفينيتيف. طيب لو اداه استفهام طبعا يجي بعد منها helping verb الفعل المساعد ايه، برافو عليكم، did وبعديه subject الفعل وبعديه infinitive. ليه بقى حكاية الانفينيتيف؟ لان احنا زي ما بنقول وزي ما قلتلكوا قبل كده في حلقات فاتت وفي الفصل، did او didn't خدت الماضي يجي بعديها مصدر فاضي. بالظبط فاكرينها طبعا، did او didn't خدت الماضي يجي بعديها مصدر فاضي، مصدر فاضي اللي هو الانفينيتيف، لان ما ينفعش اتنين ماضي يجوا ورا بعض. بالظبط كده، فلازم يجي infinitive بعد منها. الماضي يجي في اما في الفعل المساعد يا اما في الفعل الاساسي. لو جملة مثبتة هيجي opened، لو نفي يبقى didn't open. تمام، تعال نشوف جملة كده سريعة. joy played لعبة تنس in the club yesterday، لعبة تنس في النادي امبارح. عايز اسأل سؤال بمعنى هل، يبقى هقول ايه، did يعني الـ ED دي راحت لمين؟ did، يبقى did joy play بس infinitive لأن did خدت الماضي. زي ما بقول قبل كده الضابط موجود، يبقى الحرام اللي هو الـ ED خاف ويجري. did joy play tennis in the club yesterday question mark. لو أنا هجاوب yes joy دي بنت، yes she did، أو yes she played tennis in the club yesterday. لو no she didn't، لو إجابة طويلة no she didn't play tennis in the club yesterday. تمام، طب لو أنا بسأل سؤال بأداة استفهام who sorry who يعني من، بتسأل عن الفعل العاقل، يعني هحذف joy وحط مكانها who، مش هجيب هنا فعل مساعد، لا هكمل زي ما هو من غير فعل مساعد لأن أنا بسأل عن الفعل العاقل اللي في أول الجملة. هقول who played tennis in the club yesterday، وطبعا مش هكتب joy هي اللي بسأل عليها.
مين اللي لعب التنس في النادي امبارح؟ الإجابة جوي. طيب لو أنا أسأل سؤال بأين، يبقى هحذف in the club، هقول where أين. هنا لازم أجيب فعل مساعد لأن الجملة دي في الماضي، يبقى الفعل المساعد did. Where did Joy play بس مصدر، tennis yesterday، أين لعبت جوي تنس امبارح؟ طبعا الإجابة in the club، ما كتبتهاش. لو عايز أسأل سؤال بوين، متى لعبت تنس؟ When did Joy play tennis in the club؟ امتى لعبت تنس وما كتبتش yesterday الإجابة؟ لأن أنا لما أجي أعمل سؤال بكتب أداة استفهام مناسبة، فعل مساعد، نكتب الجملة من الأول للآخر ما عدا الشيء اللي بنسأل عنه. أنا لما بعمل سؤال بكتب إيه؟ أداة استفهام، فعل مساعد، نكتب الجملة من الأول للآخر ما عدا الشيء اللي بنسأل عنه. بس أخلي بالي لو في do does و did، طبعا الفعل يبقى في المصدر. أنا عندي did، يبقى الفعل لازم يبقى في المصدر، وما اكتبش الحاجة اللي بسأل عليها. اتفقنا يا شباب؟ حاجة تانية في الباست سيمبل اللي هو regular و irregular، الشكل ده بستخدمه امتى؟ ايه هي الكلمات اللي انا بستخدم معاها past simple regular و irregular؟ بص حبايبي، past simple اللي هو الفورم بتاعه regular و irregular، الكلمات بتاعته زي ما انت شايف كده، وخدناها من زمان، فاكرين لما كنا بنغني yesterday lost ago in the past، بالظبط كده. بس هنكمل عليهم شوية حاجات تانية. yesterday أمس، last الماضي، last week، last month، last أي حاجة، ago منذ، يجي قبل منها two days ago، five years ago، أي فترة ago يعني منذ الفترة دي. once وبتساوي once upon a time، كان يا مكان، ذات يوم، هحكي حكاية، تمام؟ وتساوي one day كمان، كان ذات مرة. The other day، اليوم السابق، in the past، في الماضي، in ancient times، قديما أو في الزمن القديم، previously، فيما سبق، in أي سنة فاتت قبل 2020 اللي احنا فيها. أي تعبير تاني بيدل على الماضي، كلمة من دول يبقى ده past simple، يبقى الverb regular أو irregular، منتظم أو غير منتظم. طيب خلي بالك بقى من حاجة مهمة جدا جدا عشان احنا كبرنا بقى وتخدع اي حد. في بعض الكلمات بتاعت الـ present simple اللي هي always، usually، sometimes، often، never حتى، تمام، اي كلمة من دول ممكن استخدمها في الـ past simple. ليه بقى؟ عشان تدل ان الفعل ده كان عادة مستمر في الماضي، او احيانا، او دايما، او غالبا، او ما كانش بيحصل ابدا في الماضي. زي مثلا سارة usually got، خلي بالك من got مع سارة، ويوجولي بتاعت البريزنت، طبعا بستخدمها دلوقتي فين؟ في الماضي، لان بتكلم عن كانت عادة بتعمل كده في الماضي. got up early، تصحى بدري عادة، when she was 10، when she was 10، اداني الهنت هنا ان هو فين؟ في الماضي، خلي بالك من دي. طيب جملة تانية، they always played، always played in the club او in the street sorry when they were when they were a young. يبقى باختصار اني always usually والكلمات اللي بتدل على present دي ممكن تيجي بعبر عن حاجة كانت مستمرة لوقت معين، بس فين؟ في الباست، في الماضي. نيجي بعد كده النقطة تانية وأخيرة في الزمن ده، الباسيف، المبني المجهول. خدنا المبني المجهول قبل كده وعملت له فيديو مخصوص، ارجعوا له. الباسيف أوبجكت زي كل أنواع الباسيف اللي في الدنيا، أوبجكت عشان ده في الباست سيمبل يبقى فيرب تو بي في الماضي، واز أوير، واز لو مفرد، وير لو جمع، باست بارتيسيبل التصريف الثالث من الفعل الأساسي، باي والسبجكت، وممكن لو هي يبقى هير، هي يبقى هيم، شي تبقى هير، زي تبقى زم، يعني باي لو علي يبقى علي زي ما هو، باي والسبجكت او ضمير المفعول. جمله سريعه،
mom made وميد دي في الباست سيمبل a cake yesterday عملت كيكه امبارح. والله شكرا يا ماما. انا عايز اقول كيكه اتعملت امبارح هبدا بالاوبجكت اللي هو a cake واقول a cake مفرد ولا جمع؟ مفرد يا مستر. حاضر يبقى بتاخد ايه؟ was. يبقى a cake was made الباست بارتيسيبل هنا make made made تصريف تالت by mom yesterday الكلمه اللي بتدل على الزمن بحطها في الاخر كده. خلصنا الباست سيمبل. لو في اي سؤال اكتب لي في التعليقات، لو في اي حاجه مش واضحه اكتب لي في التعليقات وانا احاول اصور لكم الورق ده وانزله ان شاء الله. بالتوفيق حبايبي الابطال. جود لك. باي باي. وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. جود لك.